متابعينا بصباحنا يا سمر، وخلينا نخصص مساحة من الوقت ونحكي عن وباء وفيروس كورونا، وخاصة في ظل الانتشار الكبير والسريع عنا بسوريا. بتتزايد المخاوف بجميع أنحاء العالم أيضا من فيروس كورونا والسلالات، ولأنه هو أكيد مستجد. رح نحكي أكثر عن الموجة الثالثة من كورونا، الأعداد، رح نحكي عن حالات الشفاء وعن البروتوكولات الطبية يلي عم تمارس للشفاء من فيروس كورونا. كيف فينا نحن نكون أكثر وعي، وأهم شيء ننتبه على حالنا. رح نحكي بهاي الموضوع أكثر مع الدكتور توفيق إسماعيل حسابة، مدير الجاهزية والإسعاف والطوارئ في وزارة الصحة. صباح الخير دكتور توفيق، وأهلا وسهلا فيك. صباح الخيرات، أهلا وسهلا. يسعد صباحك دكتور، واهلا وسهلا فيك. بالبدايه دكتور، خلينا نتعرف اكثر على الموجه الثالثه من كورونا. خلينا نحكي شو اللي بيميزها وشو هي الاعراض الجديده، خلينا نتعرف عليها بشكل اكثر. اول شيء اذا بتسمحي لي، خلينا قبل ما نحكي عن موضوع الكورونا وندخل بالاوبئه بهالصباح الحلو بهاليوم الجميل، اني اقول صباح الخير لسوريا. صباح الخير سوريا الغاليه من عنقودها وسنابلها في الجنوب إلى سنابلها في الشمال، من باديتها حيث تشرق الشمس دافئة ليحتضنها الساحل عند الغروب. صباح سوريا بكل أطيافها. يسعد صباحك، وصباح الكوادر الطبية أيضا يلي في كتير منهم، والسلام لأرواح أطبائنا يلي قدموا يمكن يعني مار يعني كانوا المساهمين في شفاء عدد كبير من الأشخاص، ولكن للأسف كورونا شهداء الجيش أثرت الأبيض. عليهم. صحيح، شهداء الجيش الله الأبيض. يرحمه. الحقيقة بهالموجة هاي، خلينا أذكر رقم ب 22/2 تحديدا، كانت وزارة الصحة عم تسجل 36 إصابة، ونخلينا نأكد بين قوسين هذه الإصابات للمرضى المراجعين للمشافي وتم أخذ المسحة لهم وكانت نتيجتها إيجابية، وليس هو العدد الحقيقي، وعلى الملأ نعلنها. العدد الحقيقي قد يكون أضعاف هذا العدد. هناك أقسام تتم معالجتها في العيادات، في من قبل تتم متابعتها من قبل متطوعين أو ممرضين في المنازل، ليست كل الحالات تراجع المشافي. فب 22/2 تحديدا كنا عم نسجل 36 إصابة، خلال شهر نحن هلا امبارح مسجلين 172 إصابة. هالتضاعف هذا بيبين قديش مدى سراية وانتشار الحالات، ولكن بالمقابل أيضا هالحالات هي نسبة الشفاء مرتفعة عندها، أيضا الوفيات أقل. تمام. صح نحن عندنا ضغط على سرير العناية المشددة، ولكن هذا لحالات معينة. يعني أنا اليوم المرضى اللي عندي بدمشق بحدود 138 أو 139 صاروا على أجهزة التهوية الآلية، هم معظمهم من المرضى المسنين، من المرضى اللي عندهم أمراض مزمنة، عندهم مشاكل تتعلق بالمناعة، وقعوا في ريس المرض واحتاجوا دخوله للعناية أو احتاجوا جهاز التهوية الآلية، والبعض منهم احتاج أجهزة دعم التنفس. المنفسة ليست العلاج الوحيد، وقد لا تكون هي المنقذ الوحيد. تم الاعتماد على أجهزة التهوية الآلية أو أجهزة دعم التنفس، أو هالمصطلح اللي بنسمعه البايباب أو السيباب، لها دور داعم كثير، وكانت منقذة لكثير من المرضى. ووزارة الصحة مع بداية العام قامت بتوزيع 600 جهاز على مختلف مؤسسات القطاع الصحي، سواء بوزارة الصحة أو بالتعليم العالي أو بالجهات الأخرى، مؤسسات القطاع الصحي. نعم دكتور، عندنا موجة جديدة من الكورونا، عندنا سرعة انتشار خيالية عم تكون بين المواطنين اليوم. خلينا نحكي، يعني نحن كلنا بنعرف شو هي أعراض كورونا، ولكن كورونا مستجد، ما في دراسة تمام مطلقة، ما في ولا شيء، ما في ثوابت، ما في ثوابت، ما في علمية ثابت حقيقية فيه. عالمية خلينا نقول، مو بس بسوريا، ولا حتى العلاج أيضا هو
كل مره عم يكون عم تطلع فرضيات ونظريات وابحاث. خلينا نحكي عن الموجه يلي نحن هلا عايشينها، شو هي اكثر الاعراض يلي عم تكون موجوده؟ شو هي المراحل يلي عم نعيشها؟ وهل هي عم تكون بين ال 15 وال 20 يوم، ولا هي عم تمتد لشهور؟ مثل ما شفنا بالموجه الثانيه كان في ناس امتدت معهم الاصابه لشهور. والله هي الفتره الزمنيه متفاوته، يعني في اشخاص اسبوع 10 ايام بتكون كل اموره منتهيه، وفي اشخاص مثل ما ذكرتي انت ممكن انه تمتد لاشهر، ولكن هي حقيقه ما بتفرق عن اعراض الرشح والجريب العادي، ومعظمها اجت هيك نتيجه تبدلات الطقس، نتيجه تداخلها مع الانفلونزا الموسميه اللي هلا وقتها بصير عند تبدل الطقس. في اشياء ثانيه اخرى ما بدنا نحن نسلط الضوء عليها حتى ما يصير في تعب عند المريض، يعني مثلا احيانا المريض يكون بيظهر على شكل طنين او دوار او التهاب اذن. هذا الشيء ما هو ثابت، لانه في الوقت هذا كثير من المرضى ممكن يتعرضوا لهالاعراض، فمشان مريضنا او اللي عم يسمعنا ما يظن والله اي اعراض من هيك معناتها انا خلص انه عندي كورونا. ممكن تكون كثير من الاعراض عابره وتم زوالها بمعالجات عرضيه حتى ما يحتاج الشخص انه يراجع او يدخل للمشفى، ولكن المؤشر الاساسي الاعراض الثلاثه ما اختلفت نهائيا لغايه الان، واللي هي ثابته، موضوع السعال، موضوع الترفع الحراري، الوهن العضلي. هلا كثير من الاشخاص عم يشوفونه بقصه تعب، بحس انه والله جسمه تعبان، مفاصله عم تجعه، حالة وهن. في منهم بيجي بأعراض هضمية، في منهم بيجي بأعراض عصبية، يعني كثير الأمور عم تختلف، النظريات والأبحاث كل يوم عم بتطلع أشياء جديدة. طب المفروض قديش وقت لازم يكون هو مترافق بأعراض أي عرض ذكرته حضرتك؟ قديه وقت لحتى يقول عن جد أنا معي كورونا؟ بجوز كثير ناس يقولوا لا هذا جريب عادي، رح أتحمل، ويكون عم ينشر الفيروس ومانو حاسس، فنحن كيف فينا نعرف إنه لا نحن معنا كورونا؟ لا اسمحي لي بملاحظة هون، اللي عم ينشر الفيروس وما هو حاسس هو شخص غير عرضي. لما بقول انا انه عندي انتشار للفيروس من قبل اشخاص هن ما عندهم اعراض، وحقيقه هن اللي بيشكلوا الخطر، هن حاملين للفيروس ولكن ليس لديهم اعراض، بيطلع بخالط وبينزل على السوق وبيروح على كل الاماكن، بيكون عم ينشر المرض بس هو ما انه ظاهر عليه هالاعراض. هلا لما بوصل انا لمرحله هالاعراض هي تترافق مع زله تنفسيه او ضيق بالتنفس، لابد من استشاره الطبيب. ايضا هون بدنا نحكي ملاحظه كثير مهمه، مو اي اعراض رشح او قريب يجب ان الجا الى المشفى، خاصه هلا بهالظروف هي، لانه المشافي مكتظه بالمراجعين وبالحالات، فممكن هو يكون قريب عادي وراح على المشفى، ممكن يكون المشفى هي مصدر للعدوى ولقط هالعدوى من خلال مراجعته للمشفى. هلا الشخص طالما هو ما عليه اعراض حاده انا برايي يلتزم بموضوع الحجر المنزلي، الاكثار من السوائل، الابتعاد عن القلق والتوتر، الامور الصحيه اللي ممكن ممارستها بدون اي اجهاد، هي كفيله بانه اذا كان عم يشكو من رشع عادي او قريب يتعافى منها. كثير دكتور بيقولوا الاطباء هلا بهالوقت وبالذروة الثالثة المفروض اي حالة قريب نعتبرها هي كورونا، يعني الشخص يعزل حاله بالبيت 5 ايام تماما، وخلال هالخمس ايام هو فيه يفرق اذا معه كورونا او لا، خلال يعني هي اذا صار في عنده اعراض جديدة ما بلش يتحسن يعني هو معه كورونا، اما اذا بلش يتحسن بعد الخمس ايام يعني هو كان قريب عادي وبيقدر يمارس حياته بشكل طبيعي بعد هي الخمس ايام. خلينا نحكي عن هذا الموضوع، كما في شغلة جديدة قصة الأطفال بالموجة الثالثة، صار الأطفال عم تطلع عندهم أعراض الكورونا. نحكي عن موضوع المدارس، هل في حتتوقف المدارس ولا مكفين؟ خلينا نحكي عن هذا الموضوع. طب إذا تسمحي لي خليني ناقشك أنا بآخر طبعا. نقطة أنت حكيتيها، توقفت المدارس، شو اللي رح بصير على أرض الواقع بالنسبة لهالأطفال هدلول؟ الأطفال هدلول اللي هن مستقبل وثروة سوريا. تمام. هذا الطفل رح ينام للساعة 12 الظهر 1 الظهر، ما عنده مدرسة، رح يمضي كل وقته وبيسهر للساعة 4 الصبح أو 5 الصبح، هل هذه عادات صحية جيدة؟ أكيد لا. أكيد بينما الطفل اللي عنده صحية. مدرسة رح ينام من بكير، رح يستيقظ باكرا ويروح على مدرسته، رح يخفف من الاكتظاظ اللي موجود بالبيت، رح يخفف من كثير من الامور بالبيت بيتم بصير فيها توتر، ما سمعناها نحن بالحظر الاولاني كثير من الامهات انه نحن تعبنا نفسيا نتيجه وجود هدول الاطفال بالبيت، اذا صاروا ينزلوا على الشوارع.
هذا انعكاس ايضا يجب اخذه بعين الاعتبار قبل ما افكر بموضوع انه موضوع اغلاق المدارس. موضوع هلا نحن هلا بالذروه هو سريع الانتشار والاطفال عم تطلع عندهم اعراض الكورونا بنفس الوقت عم بينقلوها بسرعه كثير كبيره، فنحن هلا مثلا بخطر. خلينا نحكي عن هذا الموضوع. لذلك نحن مطلوب منا التقيد بالاجراءات الاحترازيه وسائل وسبل الوقايه اكثر، لانه نحن بالذروه، مو لانه نحن بالذروه نروح اتجاه الاغلاق. وهذا الموضوع ليس من اختصاصي انا كشخص اتخذ في قرار، ثقي تماما ان هذا الموضوع متابع تماما من قبل فريق حكومي يضم كل الوزارات المعنيه، وهي قادره انه تتخذ اي قرار بناء على المعطيات اللي بيتم رصدها او تزويدها لها اجتماع الفريق الحكومي اللي هو يعتبر اجتماع طوارئ قائم على مدار الساعه، وكل الساده الوزراء عم يتابعوا هذا الموضوع. وقت بنلاحظ وتلاحظنا نحن انه في زياده انتشار ما بين الطلاب، تم التوجيه بالتعاون ما بين وزارة الصحة والصحة المدرسية بوزارة التربية، وبلشوا من امبارح أخذ مسحات بمدارس دمشق، واليوم بلشوا أيضا بريف دمشق. الموضوع عندما يكون هنا مراقبة له عم يتم رصده، قادرين بأي لحظة يتم اتخاذ قرار ما. ولكن أنا سألتك سؤال إنه شو منعكسات اتخاذ هذا القرار على صحة الطفل؟ حتى لو كان الشيء البديل وهو التعليم أونلاين، كمان ما نعم ما هي وسائل متاحة عنا؟ ما نعم يأخذوها بعين الاعتبار بشكل صحيح. ما هي وسائل متاحة بكل المحافظات وبكل المناطق؟ موضوع الكهرباء، موضوع النت، هذا كثير بيلعب دور صح. فيه نعم، يعني بدنا نتمنى السلامة لكل أطفالنا وينتبهوا كتير منيح. يعني دائما نحن من خلال الإعلام بنوجه رسائل عديدة حتى ينتبهوا لحتى ياخذوا الإجراءات الاحترازية. ولكن دكتور خلينا نحكي ببروتوكولات العلاج. كتير عم نشوف بالفترة الموجة الأولى والثانية وهلأ نحن بالذروة عم نحكي بأخذ الفيتامينات، عم نحكي يمكن بأخذ أدوية. بعض الصياد بعد الدكاترة صارت في قصص تجارية. حطيت إيدك على الوجع. حطيت إيدي على الوجع تماما. وكثير من الأشخاص هن ما باستطاعتهم لا يعملوا صورة للصدر ولا يعملوا مسحات كورونا ولا يعملوا تحاليل، هن عم ياخذوها بشكل عشوائي. عم نشوف تزايد هائل بأسعار الفيتامينات والأخذ العشوائي. خلينا نحكي عن الأخذ العشوائي للدواء، قديش عم يضر الجسم؟ له تأثيرات كثير كثير سلبية، وعدا عن موضوع تأثيراته الاقتصادية والعبء اللي ممكن يتحمله المواطن الذي يعاني ما يعاني. أولا لا تعتبر وسائل التواصل الاجتماعي هي مصدر لمثل هيك معلومات، يعني أي حدا ممكن يدخل ويعطي معلومة. في مصادر موثوقة لأخذ أي معلومات ممكن أنا أني اعتمد عليها. الأخذ العشوائي للأدوية بغض النظر عن جائحة كورونا بشكل عام له تأثيراته السلبية. حتى أدوية الالتهاب لما باخذها أنا عشوائيا ما بتعود أدوية فعالة، وتحدث تأثيرات سلبية أكثر من ما تؤدي إلى فائدة. في أمور أبسط بكثير أنا ممكن أتبعها وتكون غير مكلفة. الجو الصحي اللي أنا ممكن أمنه، الطعام الصحي اللي أنا ممكن أني أتناوله، الابتعاد عن أمور ممكن تكون اولا عم تاذي صحتي وعم تاذيني ماديا وهي التدخين، الابتعاد عنها، هذا ممكن يدعم ويقوي المناعه. العصائر الطبيعيه هي ممكن انه تدعم المناعه. انا بلجا للفيتامينات عندما يكون هناك عوز في هذه الفيتامينات. هلا كثير من الامور انحكت بالنسبه لفيتامين د، فيتامين سي، فيتامين بي كومبلكس. هذه الامور عندما يتم تامينها مصادر الطبيعي انا بالغنى عنها، لانه هذه فاتورتها الدوائيه وقيمتها الدوائيه قد تتجاوز 30 او 40 الف ليره. تمام. مو كل شخص بده صوره صدر، هي تدخل ضمن التقييم للمشافي. يعني المريض لما حيحتاج تقييم من خلال صوره الصدر هو من كل بد اصبح مريض مشفى، يتم تقييمه في المشفى ومشافينا جاهزه لتقييم هذه الخدمه ومجانا على مدار الساعه. حتى بالنسبه لموضوع المسحات، مو كل الناس مضطره انه تروح تعمل مسحه، والمسحه تجرى مجانا. هلا كثير بنحكى بموضوع انه والله لا ماجوره، هي ماجوره فقط للمسافرين ومن خلال
منافذ محددة هي فقط للأشخاص الذين يريدون السفر، بينما الأشخاص المراجعين للمشافي المراجعين اللي حاسين بأعراض هي مجاناً 100%. نحن ليس لدينا الإمكانية لإجراء المسحات لكافة المواطنين أو أي شخص اشتبه بحاله بده يروح يعمل، إذا احتاج للمشفى وراجع المشفى من كل بد ستجرى له المسحة وهي مجانا. أما أني إن أعمل مسح عشوائي حقيقة لا يوجد إمكانية، حتى هي المسحات عالميا في شح بعددها مسحات البي سي آر. تمام دكتور، هلأ عم بيقولوا من علاج الكورونا في أدوية مثل مميعات الدم مثل الكورتيزون، مثل في إبر هي غالية الثمن ولكن أنه عم يشفى فيها المريض بشكل أسرع. خلينا نحكي عن هدول الأدوية لأنه الأشخاص كلها مثلا صاروا عم بيعطوا الوصفة الطبية لبعض، يعني عم بيلجأوا هنا للصيدليات عم يشتروا هالقصص وعم بياخدوا. خلينا نحكي عن هذا الموضوع. وكمان في عنا الأشخاص اللي صار معه كورونا قبل ممكن يرجعوا ينصابوا ولا لا؟ عم بيقولوا مثلا في فترة خلال 3 شهور ما حينصاب الشخص بالكورونا مرة ثانية. وآخر شيء في عنا لقاح الكورونا اللي عم يستخدموه هلأ الأشخاص أو فئة قليلة، هدول الأشخاص هل هن محميين من الكورونا ولا ممكن يرجع يصير معه كورونا بأعراض خفيفة؟ تمام الحقيقة صاروا شيء 5 أو 6 أسئلة. بالنسبة للسؤال الأولاني، الموضوع عندما نتحدث عن أدوية تخصصية فحكما من كل بد يجب أن يتم وصفها من قبل الطبيب المعالج. يعني أنا ما بروح على صيدلية مشان أخذ دواء مميع أو أخذ كورتيزون، تمام تأثيراته السلبية مثل ما ذكرت ممكن تكون كتير شديدة، ولكن بالبروتوكولات العلاجية لمرضى معينين مريض عنده عوامل خطورة للتخثر هذا من كل بد تدبيره طبي وليس عن طريق وصفة الصيدلي أو هو من حاله يجتهد والله أنه يأخذ المميعات. بالنسبة للكورتيزون أنا ما بستخدمه إلا في المشفى وقت بيكون في عندي ضائقة تنفسية أو المريض تطورت عنده ما تسمى بعاصفة رد فعل المناعي بالجسم، هون أنا مضطر أني استخدم له الكورتيزونات وبكميات كثير كبيرة، ولكن بقسم متخصص في أطباء هن بيكونوا متابعين هالمريضات مو بشكل عشوائي. هلأ كثير من الأدوية الثانية اللي انذكرت والحقيقة كلها هون بدي أحكي ملاحظة كثير مهمة، عم تدخل لسوريا تهريب تمام، والتهريب ما نوع مضمون به كثير. نعقد مؤتمر كامل حول هذا الموضوع أنه كثير من الأدوية اللي عم تدخل تهريب هي أدوية مزورة تقليدية وليست الأدوية الأساسية، ودليل على ذلك سعره. يعني أنا لما بيكون الدواء سعره ببلد المنشأ يعادل 1,000,000 ليرة سورية وأنا عم يوصلني 100,000، هون أنا بحط 50 إشارة استفهام حول مصدره أو حول دقته، قد تكون يعني إرهاق مادي وعدم فائدة من الناحية الصحية. وبالأخص الأدوية السورية يعني نحن منعطيها لكل العالم، يعني هي معروفة بفاعليتها ومعروفة بمفعولها الكثير مهم. السؤال الثاني الموضوع الشخص اللي انصاب بالكورونا ممكن يرجع ينصاب؟ حقيقة نحن من البداية ذكرنا كلمة كثير جوهرية ذكرتها زميلتنا أنه ما في شيء ثابت بالنسبة لهذا المريض، بالنسبة لهالمرض هذا ممكن ينصاب، ممكن وارد انه ينصاب كم مرة، وارد كثير يتكرر انه مع كل جائحة يكون هو عرضة للإصابة. قديش فترة المناعة بعد الإصابة؟ الموضوع كلياته لساعته دراسات بحثية، في دراسات قالت 3 شهور، في دراسات قالت 6، ما في شيء لحد الآن ثابت. لذلك نحن يمكن لازم يصير في نوع من التعايش أو التأقلم، بدنا نتأقلم، بدنا نتعايش مع هذا الوضع انفرض علينا نتماشى فيه. مو معناته أنه إذا انصبت خلص، أنت انصبت بس أنت ممكن تكون مصدر للعدوى للأشخاص الثاني. صحيح. طيب اللقاح، موضوع اللقاح أيضا كمان ما في شيء ثابت، هو أول مرض بيطلع له لقاح خلال فترة كتير هائلة نتيجة الجهود المكثفة اللي قاموا فيها كتير من العلماء. وصل اللقاح إلى سوريا، وصل اللقاح إلى سوريا، ولكن نتيجة محدودية الكمية اللي وصلت كان لابد من وضع خطة للأولويات، مين هو أكثر شخص لازم أنا أعطيه هذا اللقاح. ليس كل الأطباء، نحن نتمنى أنه كل الكادر تبعنا مو بس الأطباء، الأطباء والتمريض والفنيين والإداريين حتى اللي هنين على احتكاك مع المريض أو حتى الخدمات المساندة أو الخدمات الداعمة، كل كوادر المشفى تأخذ. ولكن نتيجة محدودية الكمية أنا انتقيت
الأطباء العاملين في قسم العزل حصراً. طبعاً. وكان اللقاح اختيارياً لأنه مو كل الكوادر قبلت أن تأخذه ومجاناً. وعندما سيتم تأمينه لبقية أفراد المجتمع هو اختياري ومجاني بكل صار تأكيد. في ردات فعل للأجسام من اللقاح ولا؟ طبعا ظهرت أعراض تقلد أعراض بس ما وصل لحالة أعراض الكورونا. لا الحمد لله عم نسمع لم عالميا تصل. أنه اللقاح عم يؤدي إلى الموت لم يثبت في أجسام في حالات تم تسجيلها ولكن لم يثبت أنه نتيجة اللقاح أو نتيجة أمور ثانية. حتى آخر فتيشة خليني اسمي لك اللي كانت بخصوص لقاح أسترازينيكا نحكى فيها كثير انه عم يؤدي لجلطات وردوا رجعوا تراجعوا وردت رجعت بعد ما كان طلع عليه دعايات كثير لانه حقيقة الموضوع كأنه ارتبط بمواضيع سياسية اكثر منه مواضيع علمية. بما انه عم نحكي عن الدعايات وعن الشائعات كثير هلا وين ما رحنا بيقولوا عم نعمل مسحة بالموجة الثالثة ما عم تبين اذا معك كورونا ولا ما معك كورونا. خلينا نوضح هذا الموضوع لانه دائما نحن دائما بنحط الحمل كله والاتهامات مباشرة يمكن على المخبر منحط انه لا هي صارت تجارية. لا اسمحي لي نعرف انه هل هي صح انه بالموجة الثالثة ما ببين اذا معك كورونا؟ لا لا نحن بالنسبة للتشخيص لا يتم الاعتماد فقط على المسحة. كثير من الامور انا بربطها ببعضها وهذا شيء تم بتعميم عنا بوزارة الصحة للمشافي. أنا بعتمد ممكن أن أعتمد على الأعراض السريرية بالدرجة الأولى لأنه هي لا يمكن الحدس الطبي أو الفحص السريري العياني أنه يخطئ. تصوير الطبق المحوري إضافة لصورة الصدر والمسحة وتربط هالأمور هاي بعضها أكيد نسبة الخطأ لح تنعدم أو تتلاشى. موضوع المسحة قلت لك من البداية ممكن تكون إلى نسبة معينة من المصداقية إلى سلبية كاذبة ولا إيجابية كاذبة ممكن أن تكون. فأنا بدي أربط هالأمور هاي كلها مع بعضها حتى أصل لنتيجة صح أو قرار يعني صح. الموجة الثالثة من الكورونا من حيث ما الأعراض ما في شيء مثل العمي الحكا ما بتفرق من حيث المسحات هي بتبين بالمسحة أبدا تبين بالمسحة ما في أي خلاف عن الأمور. لقلك شو اللي ما بين بالمسحة أنت يمكن عم يتم الخلط ما بينه وبين الموضوع الفيروس المتحور. خلينا نرجع للفترة اللي بلش يكتشفوا فيها الفيروس المتحور كان من خلال ملاحظتين لاحظوا بأحد المناطق وتحديدا ببريطانيا لاحظوا أنه في انتشار بعد ما كانت أعداد الإصابات عم تنزل بلشت الأعداد ترتفع. تمام. الملاحظة الثانية كانت أنه عم يصيب الأعمار الأصغر سنا فأخذوا من هذول الأشخاص مسحات تم دراسة نمط الوراثي للفيروس لقوا أنه في هالطفرة هاي. أوكي. من هون هلأ الأشخاص اللي عندهم أعراض وعم تطلع النتيجة السلبية هدول منشك فيهم أنه تكون في عندهم النمط المتحور من الفيروس. بسوريا حقيقة تم أخذ عينات من مختلف المحافظات ومختلف الفئات العمرية وتم إرسالها إلى المخابر الدولية وحتى هلأ نحن بلشنا بأخذ عينات تانية وأيضا رد إرسالها ولكن لغاية الآن لم يثبت ممكن تكون شكوك لم يثبت وجود النمط المتحور في الجمهورية العربية السورية لم يثبت بالدليل. ممكن أنا أكون لاحظت أنه والله في زيادة بالانتشار في زيادة هي ولكن بالدليل وبالتنميط للفيروس لم يثبت وجوده في سوريا لم يثبت أي إصابة بسوريا لم يثبت أي إصابة في سوريا. حتى إذا بدي أحكي عن إصابات بالأطفال أو أنه هو النمط المتحور يصيب الأصغر سنا لم تسجل الأعداد الكبيرة لإصابات الأطفال في سوريا. بس هي عم تيجي بشكل عام هي عم تيجي أعراض معوية كمان يمكن عند الأطفال ممكن. وأعراض مالها شديدة كمان عصبية. هنا بيقولوا بعد الكورونا دكتور الشخص عم ينصاب باكتئاب بوهم بعضلاته يعني تاخد فترة شهر بعد شفاء من الكورونا. وأكيد دكتور لهم كن وصلنا لختام فقرتنا وشكرا على معلوماتك القيمة وشوفك بحلقات قادمة. أهلا وسهلا. أهلا وسهلا. عندك تعليق؟ الشيء اللي قالته من بعد الإصابة بكورونا أنه ممكن يصير مضاعفات موضوع هلأ يا ريت أنه نحكيها أهم شغلة عند الشخص وإلها دور بالمناعة هي عدم القلق. تمام. عدم القلق الخوف والنفسية الشخص بده يدعم حاله نفسيا لحتى هو يقوى على المرض. وهي مو بس بالنسبة لمرض الكورونا بالنسبة لكل الأمراض دعم الجانب النفسي له كثير دور كبير بالمعالجة.
فما بالك بمرض يعني أسوأ شغلة نحن نتعامل معنا لما نشوف مع مرض يصارع من أجل سحبة هالأكسجين هاي قديش إلى 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 أهمية. لما هو بيتعب نفسيا ويفكر بتبعات أو اختلاطات هالمرض لحيو أعضاء حية له. صحيح دكتور. يعني بالختام بس حابة أنا أتشكر الكوادر الطبية اللي هي ما عم تبخل لا على الواتساب لا على الفيسبوك ولا على عبر التليفونات بعلاج أي مريض وخاصة مرضى الكورونا. وأيضا بدنا نتشكر كل الكوادر يلي عم يأمنوا أكسجين لقلب البيوت وعم يكونوا متابعين وعرضوا حياتهم للخطر لا من أجل أيضا إنقاذ حياة عدد كتير. هي النقطة أيضا كتير مهمة اللي هي المبادرات التطوعية. لا يمكن أنا أني أسند كل شيء على القطاع الحكومي هو اليوم اللي لابد من المبادرات التطوعية، ولكن يجب أن تتم برمجتها بما يخدم الصالح العام ولا تكون محددة أو لنقاط معينة. بدها تتم دراستها تجاه المناطق أو الفئات الأكثر حاجة والأكثر تعرضا للإصابة. يجب أن يتم الاعتماد عليها لأنه إيد واحدة ما بتسقف، ونحن مجتمعنا معروف بمبادراته التطوعية يعول كثيرا على هذه المبادرات تأثير الإيجابي. الله يحميكم دكتور، الله يحمي الجميع، وشكرا كثير لوجودك معنا ويعطيكم ألف عافية يا رب. وشكرا لكم. مرسي كثير لكم.